دلوقتي هنروح مع حضراتكم نتابع أبرز فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب. هنتعرف دلوقتي على كتاب قصص الرعب للزميل أحمد يونس. ما شاء الله، يعني كل سنة في المعرض بيحقق نسب مبيعات عالية جدا أثناء فترة المعرض، فما بالكم بقى ما شاء الله، يعني اللهم لا حسد، بعد المعرض الوضع بيكون عامل إزاي. هنتابع كمان إقبال وحرص الشباب على المشاركة في المعرض. نادر فودة هو شخصية بيبحث، محقق وصحفي بيدور في عالم ما وراء الطبيعة. كل رواية من أول الرواية الأولى الوقاد كساب النقش الملعون عمارة الفزع ووصولا للأعوان اللي هي العدد الجديد بيبحث في الحتة دي، والعدد السابع هو اسمه الأعوان، يعني هو في أشخاص كده بيدخل معهم في قصة طويلة كده وبيكتشف في الآخر أنه يعني شبه وقع في فخ. يعني أنا بسلم الكتاب لدار النشر قبل المعرض ممكن 3 شهور. ببتدي أكتب إمتى؟ أنا أخلص المعرض ممكن في شهر مارس، ببتدي أحط خطوط عريضة للرواية اللي جاية. بكتبها كم مرة؟ 3 4 يعني، وتترمي، أكتب وارمي، أكتب وارمي، لحد ما آخر واحدة بقى يا صاحبة النصيب بتطلع. بس أنا ما بعرفش الطلعة اللي هي أول حاجة أكتبها هي اللي بيتوافق، اللي أنا موافق عليه. أنا بحاول أشوف ناس وقابل ناس من اللي هم ناس اللي عارف أهالينا الكبار، اللي هو عندهم حكايات من اللي عارف حاجات تراثية قديمة، حاجات أساطير، يكلموني عن مواقف اتعرضوا لها، وببتدي أخد من كلامهم وممكن أبني بقى شخصية كاملة على شخص معين من اللي قابلته. أنا عيد ميلادي 30 يناير، بس ما بنحتفلش فيه في 30 بالظبط، لازم يبقى بعده بيومين 3 بأسبوع، لازم هم يعملوا الحملة دي فيا علشان ما بقاش متوقع. فطبعا ان انا احتفل بيه وسط ولادي وعيلتي واللي هم بيجوا هنا النهارده دول، انا بعتبرهم عيله كبيره يعني، فان انا احتفل بيه وسطهم ده اسعد حاجه يعني. الحمد لله بشهاده الجميع بنتصدر مبيعات معرض الكتاب كل سنه. انا ما بدخلش في قصه مين اعلى مبيعات ومين مش اعلى، انا بنافس نفسي دايما، انا بحب اعمل حاجه كويسه، ودايما انا بقول انا لست باديب ولا روائي عظيم ولا حاجه، انا راجل بكتب حاجات على قدي، حاجات بسيطه جدا، اللي بيحبها بيقراها ولا ما بيحبهاش خلاص فوق دماغي، يعني مفيش اجماع، الناس مش هتجمع على شخص. خبايا هو الكتاب اللي انا نزلت بيه بره معرض الكتاب، يعني انا مش كل الناس بتبقى سهل انها تكون موجوده في المعرض، لانه بيجي في وقت امتحانات زي ما حضرتك شايف. بالاضافه ان الخبايا ده كان حاجه اشبه بتحدي، لانه نزل شهري. انا قلت لا، معرض الكتاب ماشي، احنا هننزل كمان، انا بتحدى نفسي ان انا هنزل عارف بره السيزون، بره الزحام والحاجات دي، ونشوف. فنزلنا بخبايا، هو فكره مستقله تماما عن روايات نادر فوده، الحمد لله يعني نجح الحمد لله. اتوبيس السعاده الحمد لله احنا دلوقتي شغالين في الموسم الثالث. اتوبيس السعاده فكرته منتهى البساطه من اسمه، هو فكره صناعه السعاده. صناعه السعاده بشكل بسيط جدا، ان انا اشوف حضرتك بتعمل حاجه في شغلك كاعلام واجي اقول لك شكرا، انت بتفرق مع الناس، انت بتقدم حاجه كويسه. مش لازم تكون عالم، كل الناس، كل بني ادم يقدر يسعد الناس بحاجه بسيطه. فانا بجي لك واقول لك انت بتعمل حاجه بسيطه، بس انت دي فارقه مع الناس. قصه ان انا يتم اختياري افضل مذيع راديو، انا دايما بقولها، انا ما فيش حاجه اسمها افضل في المطلق، هو كلنا بنشتغل وكلنا مجتهدين وكل واحد بيعمل اللي يقدر عليه، ويونس في غيره مذيعين تانيين واشطر مني، بس تصويت الجمهور واختيارهم ليا ده يعني حاجه كبيره فوق دماغي، وان انا الحمد لله سنويا يتم اختياري كافضل مذيع راديو، دي مسؤوليه كبيره، ان انا الناس تبقى واثقه فيا وشايفه يونس يستاهل انه يحصل على لقب افضل مذيع راديو. لازم افضل على طول اشتغل على نفسي واجتهد. انا ما اكتفيتش باللي وصلت له، انا بذاكر وبتعلم وبسمع بره وبسمع اذاعات في الوطن العربي وبسمع الشباب الصغير المذيعين الصغيرين اللي اصغر مني، لان ممكن حد يكون عنده حاجه احسن مني مليون مره اتعلم منه، وانا مش شايفها عيب. الواحد لازم يفضل يتعلم ويفضل يشتغل على نفسه، لان انا لو ما اشتغلتش على نفسي في ناس كتير جدا هتسب، وانا بقى اتعودت ان انا ما بعرفش اسكت، لازم افضل دؤوب كده في الشغل. معرض الكتاب السنه دي الاول، انا عايز اقول بجد تنظيميا حاجه فوق الروعه، فده ان دل يدل على تنظيم هايل، على ناس مهتمه بالثقافه، مهتمه بدعم الكتاب ودور النشر، ومهتمه انها توصل المعلومه لكل الفئات العمريه. ولما تشوف الشباب الصغير اللي هم جايين ليونس او لغير يونس، تعرف ان هو معرض الكتاب نجح في انه يرجع الناس تاني للقراءه، وان مش كل حاجه هي الـ PDF والنسخ الديجيتال، لا، الكتاب ليه حلاوته لسه، ولسه الناس بتحبه.